تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر من الإطاحة بالمشتبه فيه في عدة قضايا: النصب والاحتيال واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا المشتبه فيه مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث تم ضبط غمد سلاح ناري، حامل مخازن مسدسات، مصباح يدوي، حافظة بطاقة مهنية. في هذا الصدد توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص قد يكون قد وقع ضحية السالف الذكر التوجه إلى الفرقة الجنائية بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية أو أي مقر شرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.